تخليدا للذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، أشرف سيد نور الدين أعبو عامل صاحب الجلالة على إقليم برشد صباح يومه الخميس 16 ماي 2019 بحضور الكاتب العام للعمالة بمعية السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة ورئيس المجلس الجامعي والسلطة المحلية في شخص باشا المدينة وشخصيات مدنية وعسكرية وممثلي الجمعيات المدنية ورجال الصحافة المحلية على الاحتفال الرسمي تخليدا للذكرى 63 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني التي تستحضر فيها المؤسسة الأمنية أنشطتها السنوية. حفل هذه السنة تميز بتحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بعدها افتتاح الحفل بآيات بينات من الذكر الحكيم تلتها كلمة المراقب العام محمد سليم مرحبا فيها بالحضور معبرا عما لهذه الذكرى من دلالة عميقة لدى الشعب المغربي عموما وأسرة الأمن الوطني على وجه الخصوص، مستحضرا الدور الهام الذي يقوم به رجال الشرطة لضمان الاستقرار والسلم الاجتماعيين، كما ركز فيها عن اعتزازه بالمجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح والمكاتب التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن، مشيرا في السياق ذاته إلى التضحية ونكران الذات الذي يتسم به عمل النساء ورجال الأمن من أجل استتباب الأمن وإرساء دعائم الأمن والأمان والطمأنينة. كلمة المراقب العام لأمن برشيد عرفت أيضا الإعلان عن الحصيلة الأمنية بالمنطقة الإقليمية لبرشيد. ولتسليط الضوء على المردودية الأمنية لمختلف المصالح على صعيد هذه المنطقة الإقليمية خلال هذه السنة، فإني أستعرض في هذه المداخلة الإحصائيات التالية. في مجال محاربة الجريمة بمختلف أنواعها، فقد تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية من إيقاف وتقديم أمام العدالة ما مجموعه 1200 شخص ضبطوا في حال التلبس، إضافة إلى ضبط 920 شخص مبحوث جاري البحث عنهم من أجل جنايات وجناح مختلفة. كما تم إنجاز 293 قضية تتعلق بمحاربة التجارة في المخدرات، كما تمت معالجة 386 قضية تتعلق بالسرقات. فيما يخص مصلحة حوادث السير المحلية، قد كانت حصيلتها خلال نفس الفترة كالتالي: تم تسجيل بكل أسف 8 حالات حوادث سير مميتة، كما تم تسجيل 538 حادث سير بدني و23 حادثة بجروح خطيرة، وتسجيل كذلك 875 حادثة سير بجروح خفيفة و126 حادثة سير خسائر مادية. وللسعي للحد من التنامي المستمر لحوادث السير التي ما فتئت تشكل إحدى التحديات الكبرى، وقد كتفت عناصر شرطة المرور من نشاطها في مجال مراقبة الطرقية وزجر مخالفات قانون السير، وهو ما تم تتويجه بتسجيل ارتفاع المرقوب في نسبة عدد المخالفات المسجلة، وكذا ارتفاع المبلغ الإجمالي للغرامات المستخلصة لفائدة الدولة حيث بلغ ما مجموعه 5124 مخالفة مفصلة على الشكل التالي: عدد الغرامات الصحية المستخلصة 3274 غرامة، حيث وصل مجموع المبلغ المستخلص إلى ما يزيد على 850 مليون، كما تم تسجيل 1276 محضر، وتم إيداع 574 مركبة من أجل جناح ومخالفات مختلفة، كما تم إيداع 364 دراجة نارية. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجنود الخفاء موظفي مصلحة التوثيق والبطائق البيومتري، فقد تم إنجاز ما يلي 36293 بطاقة وطنية للتعريف الإلكتروني، وإنجاز 16552 بطاقة صوابق عدلية. وقبل ختم هذه الكلمة، أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن أسرة الأمن الوطني ببرشيد برفع برقية ولاء وإخلاص للسدة العالية بالله
جلالة الملك المعظم سيدي محمد صلى الله هذا نصره. وفي ختام كلمته تم رفع برقية ولاء وإخلاص والدعاء إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده. التي قدمها للوطن.